صباح الخير على حضراتكم، وصباح الأمل والتفاؤل والبهجة والرقي، لأن إحنا النهاردة معانا حلقة مختلفة جدا جدا عن الباليه. والباليه يعني فن الرقي والشياكة وكل حاجة حلوة. البنوتة الباليرينا دي بتبقى بنوتة كده بسكوتة أمراية. إحنا النهاردة معانا فقرة هنشوف فيها استعراضات مختلفة جدا للبنات الصغننين الأمارات قوي قوي قوي. انتوا هتشوفوهم الله اكبر عليهم، هتشوفوا عروض ليهم وازاي ان احنا نشجع البنات الصغيرين ان هم يلعبوا رياضه. ومن اهم الرياضات اللي مرتبطه بالفن هي الباليه. معايا المدربه الباليه من اوكرانيا ولكن بتتكلم برضو عربي سوسه، يعني الا ادم. صباح الخير. صباح النور استاذه دالي، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. ايه يا الا الجمال اللي احنا هنشوفه ده؟ يو جانا سي ماي باليريناز. ماي باليريناز يعني انت. ذيس از يور بروجكت. قولي لي بقى ازاي بتحضري البنت الصغننه الباليرينا انها تبقى باليرينا بقى كده جميله على المسرح ونشوفها ليدي كده؟ ده حاجه سهله وبرضو حاجه صعبه، عشان احنا بتختاري باليرينا من سنين، من صغيرين. ممكن بنات هتيجوا من 3.5 سنه، وعشان صغيرين وشوية صعبة عشان لسه بيبيز so it's a little bit difficult but أحسن أحسن مثلا بوديكي بنات صغيرين على رياضة من سن صغير. يعني أنت بتفضلي السن الصغير أكتر كل ما تجيلك بدري، يعني من 3 سنين 4 سنين. أيوة، عشان ظبطوا جسم، عشان جسم تبقى عندك flexibility. وبنات قادرين هعملك حركات to develop strong character of ballerina. شخصية قوية. هل فعلا البنوتة الباليرينا لازم تبقى شخصية قوية وليدر؟ حتى ايفن هي مش بتتكلم على المسرح بس هي شخصيتها بتبان على المسرح. Yeah, and actually changing من اول يوم مثلا حتى بوديكي بنوتة في المدرسة باليه، انتو هشوفك شخصية بنوتة تتغير. مثلا if she is naughty a little bit after 1 or 2 months you're gonna see that she start to be very شطورة. يعني كانت الأول تبقى شقية مثلا، شخصيتها مش لطيفة، بتبدأ الباليه يهذب شخصيتها. أيوة، عملت شخصية she will start to be more responsible and serious، مسؤولة أكتر. أيوة، وبتسمع أكتر و more respect growing up and teacher parents it's influence on بتبدا تحترم كمان اسرتها اكتر. ايوه، وهعملك برضو شخصيه قويه مش في الباليه بس، هعملك شخصيه قويه في الدنيا. هعملك مثلا هي يعني بنوته اكتر قويه مثلا يعني في المدرسه في البيت، من بتبني شخصيه، بتكلم مع صاحبك، يعني she's more confident واثقه من نفسها اكتر. طيب يعني انت بتشوفي انه الباليه بيغير شخصيه البنت وبيخليها ليها شخصيه قويه في مهارات الحياه، يعني لايف سكيلز العاديه اللي احنا بنطلبها لبناتنا الباليه ممكن يكسبها. أيوة. طب احنا عايزين نشوف بقى، نبدا بالشوز، نستمتع بقى، بنشوف بقى البناتيت الامارات الصغننين. نبدا بقى باول شو، نرحب بالبنوتين ريتال وانجي. يلا يا ريتال وانجي، ده بقى اسم الشو ايه ده؟ Actually they are best friends and the composition called best friends. الأغنية اسمها best friends. Yeah, okay. Best friends. يلا 3 2 1 go.
الله الله على الجمال، تحرقوا دم انتوا بالرشاقة دي. تعالوا يا بنوتين يا امارات. هبدأ باليه ولا عب؟ تعالي تعالي يا قطة. انجي والريتال تعالوا جنبي بقى. لا ده انتوا جمالكوا بقى يبان جنبي كده وحلاوتكوا. بصوا طاقية الامارات. انتي ريتال؟ قولي لي يا ريتال بقى، الباليه اختلف ازاي في حياتك؟ خلى كل حاجة في حياتي حلوة. ازاي؟ انا بقيت اتبسط في الباليه وبتعملي شوز وحاجات حلوة. وانت يا انجي؟ انا عموما بحب الرياضة. يعني تخلي كل حاجة في حياتي حلوة حلوة. وانت بقى بادئة باليه من عندك كام سنة؟ وانا عندي 9 سنين. 9 سنين بس، شطورة يعني ما شاء الله، اشتغلتي على نفسك وعوضتي انك انت ما بدأتيش بدري. وآلا بقى بتقولي لها ايه؟ بقول لها شكرا يا ميس آلا على تعبك معانا. وانتي؟ ثانك يو ميس آلا على تعبك معانا. ثانك يو. انتوا يا بناتيتي يا اماريت يا امارات يا جميلات، انتوا اتفضلوا بصوا جمالهم وحلاوتهم. الشوز بس مش مجرد دانسينج شو، لا كمان ستوريز. يعني انت بتتكلمي عن فكره البيست فريندز وانه ازاي من غير ما نتكلم انت يو كان شو ذا كونسبت اوف فريندشيب. ايوه اصلا ذس از ذا جول اوف بالي. ذا مين جول اوف بالي از تو شو ذا ستوري وذاوت توكينج. اوكي تمام. في مثلا مسلسل وفي سينما يعني بتكلم وبالحركات وبالصوت بقول احنا الشخصيه تمام، واحنا في الباليه تاسك شويه صعبه شويه تمام عشان بتحركي اكتر. ايوه احنا لازم بالحركات بالايموشنز بالوشو يعني اوريكي اوريكي هكية يعني، وناس برضو تتفرج هكية دي وعارفين احنا بنتكلم على ايه، وده شويه تاسك صعبة. وده هنسميه لغه العالم، انه ممكن الناس تتحدث لغات مختلفه ما يفهموش بعض، بس بلغه الباليه كلنا نفهم الكونسبت. أيوة. او الستوري، فبيوحد الافكار والناس Connecting مع people. بعض. Yes. طب تعالي نشوف شو تاني صغننين اكتر بقى يا جماعه. امارات امارات تعالوا يا بناتيت. امارات قوي، الله اكبر. بصوا تعالوا تعالوا يلا يلا تعالوا مكسوفين ليه؟ بصوا جمالهم. Can I help them؟ يس. هي هتقف قدامهم عشان تساعدهم. تعالي بصوا الصغنانين دول. دول كام سنة يا آلا؟ من 4 from 4 till 6 4 to ايه؟ I think 7 واحدة 6 7؟ طب تعالوا بقى يلا وقفوا. يلا الجمال يلا يلا بسرعة بسرعة. هنري طول يا جماله. نفسي اطلع باليرينا يا جماعه. لسه قدامي المستقبل. جاي يلا ليتس جو. يلا ميك بوزيشن. يلا ميك بوزيشن جيرلز جيت ريدي. 2 1. I'm dancing.
يعني عارفة يعني بوزيتيف انرجي للحالة والجمالهم مع المزيكا وهم لسه صغنانين كده. ايه الامارات دول؟ ايه القطائط؟ يعني انا هروح اتكلم معاهم سريعا، ثواني بس يا جماعة، سريعا لازم اتكلم مع القطائط دول. انتوا اسماءكم ايه؟ شادين. شادين؟ وانت يا قطة يا صغننة؟ جودي. انت بتحبي البالية جودي؟ اه. وانت؟ مريم. مريم. جاسي. جاسي. بصوا حتى الاسماء، بصوا الكتاكيت يا جماعه، ودوا بناتكم يلعبوا باليه. ها ريتا. ريتا يا جمالها. القمر الصغنن ده بصي اسمك ايه؟ كندا. كندا. انتوا مبسوطين ان انتوا بتلعبوا باليه؟ اه. بيعمل ايه بقى في حياتكم؟ بيدينا طاقه. وانتي؟ انتي كفايه جمالك يعني مش لازم تتكلم. انا ثانك يو بجد ليكم. أمارات أمارات. تمام، نشوف الشغل اللي بعد كده. تعالوا نبدأ مع البناتيت الجداد اللي لابسين أزرق. أمارات أمارات. تعالوا يا بنات تعالوا. داخلين بقى البناتيت على البوانتي عشان أحافظ أهو الأسماء، الحاجات بتاعت الباليه أهي الإكسبريشنز. يلا يا بناتيت، هم هيقعدوا الأول بعد كده هنبدأ الدانسينج. يلا 3 2 1 جو. سبب لانه انا كنت حريصه وانا برتب معاكي انت ودكتور ابتسام مكرم الفقره، كنت حريصه ان انا مش اخد الباليرينات اللي هم اوريدي بقوا خلاص على المسرح، لا انا عايزه اشوف البيبز الصغننين اللي لسه بيبداوا بيبقوا عاملين ازاي، اللي هو نبدا من الفيرست ستيب معاهم. اخيرا قبل ما يعني نختم باخر شو ليكي، انت ايه النصيحه اللي بتقدميها للبيرنتس عن فكره ان هم يشجعوا بناتهم انهم يلعبوا الباليه؟ Your advice. اول حاجه لازم تشتري مدرسه، تشترك تشترك مدرسه صح يعني، و teacher and the school it's very important subject for you.
وبرضه سيستم مثلا، سيستم مدرسة ماشي مثلا ازاي، ويعني لازم ينتقوا المكان المودية فيه بنتها علشان تتعلم صح. أيوة. Thank you ألا آدم. ألا آدم يعني انستراكتور من أوكرانيا. أنا سعيدة بيكي جدا إنك بتقومي بحاجة حلوة قوي قوي، إنك بتعلمي الولاد الصغنانين الباليه، وإحنا شفتوا الصغنانين وقادرين إن هما يشو. طبعا هما هي لسه شغالة معاهم عشان نشوفهم باليرونات بقى كبيرة. ألا قولي، عايزة تقولي حاجة. I just want to say big thanks to our doctor and to Kisara Mohansinin, also to Dr. Karam for them to make very beautiful condition for us to work with our kids. عشان عايزة برضو يعني سبب العربي، عايزة أشكر الدكتورة ابتسام. و أنا بالنيابة عنك بشكر أكيد دكتور ابتسام، وبشكر دكتور كرم، لان هم عاملين بروجكت حلو قوي بيطلع الولاد بالشكل الحلو ده. بشكرك جدا يا الا ادم. ثانك يو سو ماتش فور انفايتنج مي. وان شاء الله نكون مع بعض في شوز ثانيه، ونشوف بقى معاكي باليرينات بقى على المسرح كبار. تعالوا بقى نختم بالبناتيت الصغننين القمرات دول، الله على جمالهم. يلا يا بناتيت تعالوا، يلا 3 2 1 تعالوا تعالوا، خشوا خشوا بسرعه، يلا دقيقين قوي، ادخلوا بالبوانتيه بسرعة يا بنات، بسرعة بسرعة. ده انت بيطلع عينك اكيد مع الصغنانين دول وبتتعبي. يلا بسرعة بنت، اقفوا يلا. ليتس جو ليتس جو. يلا ليتس جو. يلا يلا. يلا جوج نزلي. يلا 3 2 They need to go down. 1 هي جو داون. يس اقعدوا ونبدا بقى الميوزك. كندا. يلا حبيبي قلبي. اقعدي. اتفضل. Just one second. يلا. اتفضل. ربت 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 ربت. ايه ده هنعدل؟ طيب ماشي. 3 2 1. شفتوا يا جماعه انا ليه حريصه النهارده اجيب الفقره بالصغننين دول؟ عشان تعرفوا انه البنات الصغيره بيتعب معاها جدا، بس بتلاقي في الاخر المردود. بتعلمها النظام، بصوا، بتعلمها الدقه، انها تقعد في مكان محدد، انها تبقى بشكل معين، مش كده والسلام. فالطفله تبقى عارفه البوزيشن بتاعها، تتعلم الهدف بتاعها، ان هو ده المكان بتاعها في وسط المجموعه. بجد يا جماعه لازم تشجعوا بناتكم على الباليه. نختم بقى بالشو القمر ده، وبنشكر البنات. يلا